موضع المقدس لك والموضع ديرة أبائنا الأرثوذكسيين. يذكر رب عبدك رئيس أرضنا، احفظه في سلام وعدل ومقدرة. يا رب ارحم. نحني ركبنا. نقف نحني ركبنا. ثم نقف نحني ركبنا. اذكر رب المزبين، نجهم جميعا. يا رب ارحم. اذكر ربنا اخواتنا الذين اقتنعوا في الايمان الارثوذكسي، نيح نفوسهم اجمعين. اذكر رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السمائي. يا رب ارحم. كلنا من طغناتهم. انستومين كلينومين تغنات. كينستومين كلينومين تغنات. اذكر المضايقين في الشدائد والضيقات، خلصهم من جميع شدائدهم. يا رب ارحم. اذكر موعوظ شعبك، ارحمهم. كيري ليسون. ثبتهم في الايمان بالقلوب غير عبد الانسان، زحى من قلوب ناموسك خوفك وصاك حقوقها وامرك ثبتها في قلوبهم. أعطهم يا رب أن يعرفوا ثبات الكلام المقدس لذوعظ به، وفي الزمين المحدد يستحق حميل الميلاد الجديد وفرن خطير، يستعدهم هيكل روحك القدوس. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. أيها السيد الرب يسوع المسيح وإلهنا، الذي خاطب تلاميذه والقديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعوا ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى إن كنا تبصر أذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسين. واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في صلواتنا وتدرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفهم، لأنك أنت حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. Στάσιτι με τα βόβο Θεού αγώσουμεν το Άγιο Ευαγγέλιο. قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا متى البشير، بركاته على جميع آمين. بنشوز بنوتي بنصير بنورة ترن إيسوس بخريستوس بشير بنوتي تأن بيونافش أنا بيفا بنوتي بنقصات تراتين المزامير بين داود النبي والملك، بركاته على جميعنا امين. استمع يا الله يا اله عدلي، واصغي الى طلبتي، وانصت الى صلاتي، فليست هي بشفتين غشتين الليل. يا مبارك هو الاتي باسم الرب ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم الى الابد امين. ماذا تظنون؟ كان الانسان ابنان، فجاء الى الاول وقال له: يا ابني امضي اليوم
وأعمل في كرمي. فأجاب وقال ها أنا ذا يا سيدي، ولم يمضي. فجاء إلى الثاني وقال له أيضا هكذا، فأجاب وقال لا أريد، ولكنه أخيرا ندم ومضى. فمن من الاثنين عمل إرادة أبيه؟ قالوا الأخير. فقال لهم يسوع الحق أقول لكم أن العشارين والزنا سيسبقونكم إلى ملكوت الله، لأنه قد جاءكم يوحنا في سبيل الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والزنا فآمنوا به. وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا حتى تؤمنوا به. يا أبانا الذي في السماوات، بخريستوس إيسوس بن شويس نوفيونسو كيرية إيريني فاسي. أي أصبناها الآب الذي قطع كل ربطات خطيان من قبل ألام المخلصة المحينة فقبل الروح القدس، من غفرتم خطايا غفرة أن تسكنهم سكة أنت سينا نعمت الذين يخدمون في الكهنوت كل زمان أن يفروا الخطايا ربطحك رب الناس عن عبيدك أبائي وأخوتي وضعفي. نحن المحين برسل مجدك الأقدس، ارزقنا رحمتك واقطع كل ربطات خطيانا. وإن كنا رب أخطأنا ليك بشيء بعلم علمك ذي القلب وفعل قولك فأنت السيد العارف، صلى اللهم إن عملوا فرن خطيان باركنا طهرنا حللنا الآن وكل أوان دهر الداهرين كلها. أمين. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. أمين. الإلهي سبت ريك أيوك أيوم نعماتي كنكاي كيسوس أونستوني أونرا من تنوشي بورينغو إلباشي أوبنشو إيسوس بخريستو جبي طاغر نستفين ريا قن نمينو نميني قول شاين تفسطن خين ننو بي صديم منو نينان كريا ليسون كريا ليسون كريا فلوغيسون. أمين. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرنا سلامك، واغفر خطايانا، لك الملك والقوة والمجد الأبد. أمين. واجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم. أمين. Yeah.
بشوي سنان بشوي سنان خلفران بيوت نبشين ببن بمسواف ذوك سبتري كأيوك أجيب نبماتي كنين كاين كيستوس ينستوني أمين. تسبحت الساعة الثالثة نقدمها المسيح ملكنا ولحنا ونرجوها ليغفر من ترتيل مذامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. قدوس 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 فصنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. متجاهل معزي الروح القدس الذي يرسل العب باسمي فهو يعانقكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. قوم وننطلق منها هنا انا هو الكرمة الحقيقيه وابي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه كل ما يأتي بثمر يوقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا في وأنا أيضا فيكم. والمجد لله دائما والمجد لله دائما أبدين أمين. ليكمل قول بسلام تنوش تمك بخريستوس نمبك يوتنا غسوس نمبب نبما يسوى فجيك إياك ستي أمنا روحك القدوس يا رب. إذن سلطات الميز القسيس في ساعة الثالثة هذا لا تنزع منا الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيها روح مستقيم جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزع مني أيها الرب رسالة روح قدس سلطات الميز القسيس في ساعة الثالثة هذا لا تنزع منا الصالح لكن نسألك عشان ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما نحن أبو العفر القداس والعدالة والسلطة أيها القادر كل شيء دي أنفسنا يا مذكر إنسانة العالم ارحمنا يا ولد لي أنت كرم الحق الحمل عنقود الحياة نسألك لمنعنا يا مرسل من أجل خلاص نفسنا. مبارك ربي إلهنا مبارك ربي يوما فيوم يأترى خلاصنا أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان ومالئ كل كنز الصالحات ومحط الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس صالح خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصل في القيام في السماء يا ويتي أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة. نعم نسألك المسيح اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا كثيرة من كاليسون 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 يا ليسون يا رب ارحم يا ليسون كيريا ليسون يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي منك وتك تكون مشيتك كذلك على لك شوي سنان بشوي سنان خلفران بيوتنا بشينن ببن بمسواف ذوك سبتري كيوكي اجي ابن بماتي كنين كاين كيستوسي نستوني يمين. تسبحة وصلاة الساعة السادسة نقدمها المسيح ملكنا ولهنا ونرجو ان يغفر خطايانا من تلاتين مذامير ابينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين.
قدوس 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 فالسنجيل معلمنا ماري متى البشيرة تلميذ الطار بركاته على جميعنا أمين. المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزانة لأنهم يتعزون، طوبى الوداع لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استرادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض، فإن فسد الملح في ماذا يملح؟ لا يصلح بعض لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كينة على جبل ولا يوقد سراج ولا يعلن تحت مكيال، بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبدين أمين ليكمل قلب سلامة نوشت أمك بخريستوس نمبك يوتنا غاسوس نمبب نبما يسوى أفجيك إياك سوتي أمنا ينا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح لنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الآن الذي صمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيات الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي صمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية لتذكر أحكامك السمية كرافتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتتركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. سنعطي خلاصهم في رسل الأرض كلها المزيئة، لأن عندما بسط يديك التراتين على عود الصليف ولا يدك كل من تصرخ قائل المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلينا، لأنه مشيتك صرت أن تصرخ على الصليف لتنجي الذين خلقت من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا المخلص لما تجد لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت الممتلئ نعمة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل الصليب ابنك الهبط الجحيم وبطل الموت أموات كنا فناد نستحققنا الحياة الأبدية من أن نعيم الفردوس الأول ما أجل هذا نمجل بشكر غير المات المسيح إلهنا. أنا وقوي نعم نسألك المسيح اسمعنا وارحمنا اغفر أخطائنا كثيرة من كليسون 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 يا رب الرحام كليسون كليسون قدوس 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 قدوس. يا أبانا الذي في السماوات اسمك ليتملكوت وتكون مشيئتك. شو سنان بشو سنان خلفران فيوت نبشي نمبب نبما سواز دوك سباتريك ايوك اجيب نبماتي كانين كاين كيستوس ينستوني من تسبحة الساعة التاسعة نقدم المسيح ملكنا ولهنا ونرجو ان يغفر خطايانا من 30 مزامير ابينا داود النبي والملك بركات على جميعنا.
قدوس 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 فصنجي المعلمنا ماري لو البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. لما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فقط ومعه دخل انفراد مدينة سنة بيت سيدة فلما علمت الجموع تبعوا له فقبلوا مخاطبا ملك الله والمحتاجون شبه شبههم كان قد بدأ يميل فتقدم الى الاثنى عشر وقال له اسف الجموع يذهبوا للقرى المحيطة والحقوق ليستريح ويجدوا ما يأكلونه اننا هنا في موضع قفر وقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا اكثر من خمس خبزات ومكتين الا ان نمضي نحن نشتري طعاما لهذا الشعب جميعا كان نحو 5000 رجل فقال التلميذ يتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكوا جميعا أخذ الخمس خبزات والسمكتين ودر السماء وبارك فوق السماء وأعطى التلاميذ ليضع أمام الجموع فأكلوا جميعا شبعوا ثم رفع ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة والمجد لله دائما أبدين أمين ليكمل قلوب سلامتنا واشتمك بخريستوس نمبك يوتنا غاسوس نمبب نبما يسواب جياك إياك ستين من نينا يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلها نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجنا فليدني توسلي قدامك يا رب فقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك كلمتك أحيني يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيا بكذب إذ ما زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فطور مشتاقا إلى بهاءك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلى أن ننجنا يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأثرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم يديك اظهر محبتك للبشر أيها الصالح واقبل من والدك شفاعة من أجلنا نجي يا مخلص الشعب متواضعا لا تتركنا الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر وتنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك أما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل إله اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بإلهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئنا في ملكوتك عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبول الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي نعم نسألك المسيح اسمعنا وارحمنا فلك ليسون كليسون 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 يا ليسون 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 يا رب ارحم يا ليسون يا ليسون يا أبانا الذي في السماوات شوي سنان بشوي سنان خنفران فيوتن بشين ببنى بمسواف ذوك سابتري كأيو كأجي ابن بماتي كنين كاين كيستو سنستون تصبحت الغروب والنوم النهار وبارق قدم المسيح ملكنا ولهنا ونرجوان يغفر خطايانا من ترتيل مذامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين
قدوس 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 وصنجيل معلمنا ماري يحقلو البشيرة التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا المين. لما قام المجمع دخل بيت سمعان وكانت حمات سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها فوق من أطهر حمى فتركتها في الحال قامت خدماته عند غروب الشمس كأن كل هذه عندهم مرضى أنواع أمراض كثيرة قدمونهم إليه أما هو فكان يدعو ديها لكل واحد واحد فشيهم كان الشياطين تخل من كثير وتصرخ تقول أنت ومسيح ابن الله فكان ينتهرم عليهم أن تقول هناك غافوه أنه هو المسيح والمجد الله دائما أبدين أمين ليكمل قوله بسلامة نوشتمك بخريستوس نمبك يوتنا غسوس نمبب نبما يسوى بجيك إيك سوتي أمنا إنا إذا كان الصديق بالجهد يخلص فإن أظرنا الخاطي ثقل النهار وحر لما احتمل ضعف بشريتي لكن أنت الله رحم احسبني مع أصحاب الصار 11 لأني أنا ذا بلا ثمح بلبي وبالخطايا ولدتني أمي وما أكثر أن أنظر إلى علو السماء لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك البشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات والآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ ولا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع أخطأت يا أبتاه في السماء وخدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجراءك لكل إثم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطية بشوق واجتهاد ارتكبت ولكل عذاب وحكم استوجبت فهي إلي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء فإليك أتضرع بك أستشفع وإياك أدعى أن تساعديني لا لا أغزى وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي لأمارة الأعداء هزمي ولأبواب الجحيم اغلقي لئلا يبتلع نفسي يا عروس بالعيب للختن الحقيقي قدوس الله القدوس حي زي موت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس حي زي موت الذي قام مات وصعد الصراط ارحمنا المجد الآب والنور القدوس الآن وكل آن يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتق مرات شعبك شفيهم من أجل اسمك قدوس أبانا خذنا الذين أخذوا ربع نفوسه يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطايا رب عنا وطلبنا إليك لأنك المجد العز القديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك يا أبانا الذي في السماوات سمتنا المجد العزراء كل حين وتدلها أم المسيح صلي صراطنا لابن الحبيب ليغفر لنا خطيان السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح لنا العزراء القديسة أسأل الرب عنا ليصنع رحمة أنفسنا ويغفر لنا خطيان يا العزراء مريم والدة الله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية شفعي فينا أمام المسيح الذي ولدت الكريم على إنه غفران خطيانا السلام لك يا العزراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام بفخر جنسنا ولدتي لنا عمان وإن نسألك أن تذكرينا يا الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيانا يا بان لسي السماوي قدوس 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 فالسنجيل معلمنا ماري لؤى البشيرة التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب فأقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعوا عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم مجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما أبدا أمين ليكمل قوله بسلام بابنب ما يسوابش ياك إياك ستي من نينا وذا نعتيد أن أقف أمام الدين العادل مرعوبا ومرتعب من قصر الذنوب لأن العمر المقضي في الملاهي يستوجب الدينونة لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رخاض الكزر وتضلع يا المخلص بالتوبة قال اللهم ارحمني وخلصني لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفس حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرضية وشرورك القبيحة أمام الدين العادل فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهونة أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس دينونتك أخشع ولنور شعلهوتك أجزع أنا الشخ المتدنس الراقد على فراش المتهون في حياتي لكن اتخذ صورة العشار قارع عن صدري
قائلا اللهم اغفر لي فاني خاطئ. أيتها العذراء الطاهرة بذلك السريع المعونة على عبدك وابعدي أماك الأفكار الرضي عني وانهدي نفسي المريضة الصلاة والصار لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم رحيمة قادرة معينة واعدة ينبوع الحياة مالكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تنتشي سنعظمك يا العالم أتخلص نفوسنا بمجدك يا سيدنا ملكنا المسيح فاخر رسلك للشهداء تلي صدقين ثبات الكنائس وفران الخطايا بشر بسلس قدوس تذكر لنا من جده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي مليان نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم عذراء تأنس وصلب عنها على عاتق البطن البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي فيه مجدي ليدين الحياة للأموات الذي لازم يكون انقضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحرم بث من الآب نسجد لنا من جده مع الآب والابن ننطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة من خطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة النار الآتي آمين. نسألك يا حمل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا السباقوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي يزيد علينا رحمتك يا رب وليس خطايانا يا أبانا الذي في السماوات مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس سلام وبنيان لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين
والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. هللويا شابي ما إن إرشوش إنتف نوتي نارينب وإمف نوتي في إطام إمف أولو في إنتفامت ألو تينا أون إنا كفول فنوتي بنوتي خن أوكي سارا Ari ev mev ib shoy sen David nem dem metrem rashit zelle Fenevrani mev yot nevshin mev nev masuhab Enut yot amin fiz maraut ابنوتي بيوت بفانتو كراتو آمين. مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا آمين. مبارك الروح القدس المعزي واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس أمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد أمين. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركه جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد أمين. هللويا. سبتريك أيوك أجيب نعمتي كنكاي يسوس أونستوني أونون آمين. هللويا. إرني فاسي يتوب نعمتي مارنش موتن تطفن بريفر بسناني بوهن نيت بيوتي بيوتي بن شويس بن نوتي بن سوتير يسوس بي خريستوس يب إيرس كبادي نيغونا بير بويس نيرا باري هيرون أب شبت نيرا فتاس افتتين فنتن شريا طي او نوثي انثو مريتي فوس انت باري هيرون خمبا يسوى فاين منيتن تبن انخ خن هری نبین جفی فان تکرات وری پشوی سبن نوتی روز افکس استی دیف نیف نوتی بیوت بی فان تکرات وری بیوت نبین شوی سبن نوتی آبن سوتیر یسوس بی خریستوس نشکورک على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا تيت بنا لهذه الساعة اطلبوا لك أرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة
أما الصالحات النفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو. نفس انتي خندي فوس أوار أتشويس مني بني انتسر يون إهو تني ما إن شوبيتي رنتي يحقوب أفصاج سفيتين هالف أوي إفطايوت في فاقي انت ابنوتي قليلو يا سيونتي مغنى قوس جي أورومي نم أورومي أفشوبي انخيط أوو إن صحبت تشوسي عفيس انتي أم أفشائيني قليلو يا كلينومين تغنات عيناني فدوتي فيوتي بالتوكراتور إنستومين كلينومين تغنات عيناني فدوتي فيتسوتير كينستومين كلينومين تغنات عيناني فدوتي والمعنى كيريالا عبيدك يا رب خدام هذا اليوم اخوات الشمس وكليرس وكل الشعب وضعفي يكون محلين فم الثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه افواه الاثنى عشر رسول النظر المقصر شهيد بطريرك قديس سويس عمدس قورس وبس بطرس خاتم شاورس الكهنه وقديس يوحنا ذبيل الفم والقديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس غرو افواه الثلاثه مع سماش عمدين منقيا 150 مقمتين قدسين بقى فم أبينا الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني شريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبامينة ومن فم حقارتي نهو بارك اسمه القدوس الآن كل أوان دهر الدهرين كلها أمين Yeah.
البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركاته علينا أمين. فأسألكم أنا أيضا أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة ومجتهدين في حفظ وحدانية الروح برباط السلام الكامل، جسد واحد وروح واحد كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد الكائن على الكل وبالكل وفي الكل، ولكل واحد منا أعطيت النعمة على مقدار موهبة المسيح. فلذلك يقول لما صعد إلى علاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، فالصعود ما هو إلا أنه نزل أولا إلى أسافل الأرض، فذاك الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق السماوات كلها ليكمل كل شيء، وهو الذي أعطى البعض أولا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل استعداد القديسين ولعمل الخدمة وبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدة الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى مقدار قامة ملء المسيح، حتى لا تكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين مع كل ريح تعليم بخداع الناس بمكر ومخادعة الضلال، بل صادقين في المحبة فننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معه وملتحما بكل عرق على قدر فعل المواهب بمقدار كل واحد من الأعضاء، ويصنع نموا للجسد ببنيانه في المحبة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركاته المقدسة فلتكن معكم ومعي يا أبي وإخوتي آمين. وسيتبع كثيرون نجاستهم وبسببهم سيجدف على طريق الحق، وبالطمع وزخرف الكلام يتجرون بكم الذين دينونتهم منذ القدم لا تبطل وهلاكهم لا ينام. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا بل أسلمهم إلى أسافل الهوية بسلاسل الظلمة ليحفظوا للقضاء معذبين، ولم يشفق على العالم القديم وإنما حفظ نوح الثامن الكارز بالبر، وأتى بالطوفان على عالم المنافقين ومدينتي سدوم وعمورة أحرقهما وقضى عليهما بالانقلاب وجعلهما عبرة للعتدين أن ينافقوا، وأنقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الأردياء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان البار ساكنا بينهم، وكانت نفسه البارة تتعذب يوما فيوما بالأعمال المزمومة لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد آمين.
ابراكسيس فصل من اعمال ابائنا الرسل الاطهار المشمولين بنعمه الروح القدس بركاته المقدسه فلتكن معنا امين. ولما استقر الراي ان نقلع الى ايطاليا اسلم بولس واسرى اخرون الى قائد 100 اسمه يوليوس من فرقه سبسطية اغسطس، فركبنا سفينه من ادرامنتين مزمعه ان تسير بقرب سواحل اسيا، واقلعنا وكان معنا ارستروخروس المقدوني من تسالونيكي، وفي اليوم الاخر وصلنا الى صيدا. فعامل يوليوس بولس برفق واذن له ان يذهب الى اصدقائه ليحصل على عنايه منهم. لم تزل كلمه الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت ببيعه الله المقدسه امين. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد. اليوم الثالث عشر من شهر برمهات المبارك احسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن وانتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والاثام والذلات من قبل مراحم الرب يا ابي اخواتي امين. مثل هذا اليوم من سنه 36 شهداء 320 ميلادية استشهد القديسون الابرار 40 شهيدا بمدينه سبسطية ببلاد سوريا، وكانوا قوادا في فرقه رومانيه تحت قياده لسياسس الوثني، وامتنعوا على الاشتراك في تقديم ذبائح الاوثان، فاستدعاهم الوالي واحترفوا امامهم بالسيد المسيح، فهددهم بتجريدهم من المناطق الجنديه، فاجابوا خير لنا نخسر مناطق جنديتنا ولا نخسر يسوع المسيح الهنا، فارسلهم الى السجن حيث قضى الليل كله في الصلاه، وظهر لهم ملاك الرب يشجعهم ويقويهم على الثبات حتى النهايه لنيل اكليل الشهاده. بعد ذلك استحضرهم الوادي وامر برجلهم بالحجاره، فكانت الحجاره ترتد على الضاربين، وكان بالقرب منهم بحيره ماء متجمده، فامر بطرحهم فيها فتقطعت اعضاءهم من شده البرد، وكان بجانب بركه حمام ماء ساخن، فضعف ايمان احدهم وصعد هنا هذا الحمام فانحلت اعصابه ومات. اما الباقون فراى احد الحراس ملائكه نزلوا من السماء بايديهم اكليل وضعوا على رؤوسهم، وبقى اكليل واحد بيد الملاك، فحركت نعمه الله قلب الحارس ونزل البركه ويصيح بصوت عالي قائلا انا مسيحي، فنال الاكليل الذي كان معلقا بيد الملاك وانضموا جميعا لصفوف الشهداء، فامر الولي ان يحملوا اجسادهم وطرحوهم في البحر. وفي اليوم الثالث ظهر الاسقف المدينه وقالوا له هلم الى البحر وخذ اجسادنا، فقام واخذ الكهنه فوجد الاجساد فحملها باحترام وضعها في مكان خاص، وخرج من هذه الاجساد قوات وايات كثيره فشاع ذكركم في كل الاقطار، بركه صلاتكم معنا امين. وفي ايضا سنه 364 ميلاديه تنيح قديس البابا ديوسنوس البطريرك ال14 من بطريرك الكرازه المرقسيه، ولد هذا الاب بالاسكندريه في اخر القرن الثاني الميلادي من ابوين يعبدان كواكب الصبائيه، اهتم بتعليمه كل علوم الصبائية، ولكن كانت لديه الاستعدادات القلبية الصادقة. ويوما ما مرت به امرأة عجوز مسيحية مع كراسة مكتوب فيها بعض رسائل معلمنا القديس بولس الرسول، فاشتراها منها وقرأها فأعجب بها وطلب من العجوز البقية، فقدمت له ثلاث رسائل أخرى، ولما شعرت برغبته الشديدة في القراءة والمعرفة قالت له اذهب إلى الكنيسة فتجد فيها ما يعطي لك هذه المعرفة الروحية مجانا، فسمع لقولها وذهب، وهناك تلمذ يعدي الشماس يدعى أغسطين وقرأ رسائل معلمنا بولس الرسول، ثم مضى إلى البابا ديمتريوس الـ12 أعلن أمام إيمانه بالسيد المسيح فعمده البابا، ثم التحق بالمدرسة اللاهوتية ونبغ في العلوم المسيحية، فمنح البابا روح رتبة الشماسية، ولما جاء البابا يركوليس الـ13 رسمه قصا وقلد رؤساسة المدرسة اللاهوتية، فداوم على التعليم والوعظ وتعميد من يقبلون الإيمان. ولما تنح البابا الـ13 وقع اختيار على هذا القس فرسم بطريركا يوم أول طوبة سنة 246 ميلادية، فرأى رعاية المسيح بكل أمانة، ولما أصار ديوسيوس قيصر اضطهاد على المسيحيين أراد القبض على البابا فهرب، ولما مات ديوسيوس كتب البابا للقيصر غاليوس فهدأ الاضطهاد، ولكن ظهر نوع آخر من الجهاد أمام البابا هو محاربة الهراطقة، فقد قام بدعة سبيليوس وبدعة بولس السماسوط السماسوطي، وبعد أتم البابا جهاده تنيح بسلام بعد كتب عدة رسائل إيمانية ما زال أغلبها محفوظة الآن، بركة الله تكون معنا أمين. في هذا اليوم أيضا من سنة 376 ميلادية عاد القديسان مكاريوس الكبير ومكاريوس الإسكندري من منفاهما بجزيرة فيلة بأعالي الصعيد، وكان قد نفهم إليهم الملك فالنس الأريوسي، وكان أهل تلك المدينة يعبدون الأوثان، وقد ألحقوا بالقديسين عذابات شديدة لمدة 3 سنين، وحدث أن دخل الشيطان في ابنة كاهن الوثن بتلك الجزيرة فأتعبها جدا، فتقدم القديس مكاريوس الكبير وصلى عليه فشفاها الرب صلواته، فآمن كاهن الوثن وكل أهل الجزيرة بالسيد المسيح، وعلمهم القديسان حقائق الدين المسيح، وعمدوهم ليلة عيد الغطاس، وحولوا البرابي التي في الجزيرة الكنائس وصلى فيها القديسان ولهم الأسرار المقدسة، وعندما أراد العودة لم يعرف الطريق، فزار لهم الملاك وسار معهم يرشدهم حتى وصل إسكندرية،
ومن البريت شهيد فتقبل تلقاهما الرهبان بفرح شديد. بارك صلاتكم معنا وربنا المجد الدائم إلى الأبد. السيد الرب يسوع المسيح وإلهنا الذي خاطب تلاميذه القديس الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعوا ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى إن كنا تبصر أذينكم لنا تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب ارحم. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقد ربنا يحهم المرضى اشفهم، لأنك أنت حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، قيامتنا كلنا. قفوا بمخافة أمام الله واسمعوا الإنجيل المقدس. قسم بشارة إنجيل معلم لوقا البشير بركاته على جميعنا. بنشويز بنوتي بنصير بنوتي إيسوس بخريستوس بشير بنوتي طعن بيوناش أنا بيفا بنوتي بنصير. مزامير معلمنا داود النبي والملك بركات على جميعنا أمين. أنا صرخت لأنك قد سمعتني يا الله، أمل أذنيك يا رب واستمع كلامي. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الأبد آمين. وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحدون: أتبعك إلى حيث تمضي. فقال له يسوع: إن للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكاران، وأما ابن الإنسان فلا موضع له يسند إليه رأسه. وقال الآخر: اتبعني. فقال: يا رب أذن لي أولا أذهب لأدفن أبي. وقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله. وقال له آخر: سأتبعك يا رب، فأذن لي أولا أن أودع من في بيتي. فقال له يسوع: ما من أحد يضع يده على المحراس وينظر إلى وراء يكون أهلا لملكوت الله،
والمجد لله دائما سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم في المسيح يسوع ربنا أخطأت يا ربي يسوع اغفر لي لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأنك لك المجد إلى الأبد آمين جيف اسمروت جيف يوتني ممشيري نمبب نبمايث واب تترياس جي كبول إن أوش تموس إن تي أونا بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي لدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق انبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف مع معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين أخطيت سبحنا يا بنو حلالة يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحرز ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لكي ننال بغير انتراح في دينونة من موهبة غير المائة السمائية بالمسيح يا
يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة ولا الشرق، انظروا ننصي بشفاعات والدة الإله القديسة مريم. يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة جميعكم ومع روحك أيضا. ارفعوا قلوبكم هي عند الرب، فلنشكر مستحق وعادل، مستحق وعادل، مستحق وحقا بالحقيقة، مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق، الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا، الذي يقف أمامه الملائكة رؤساء المراسات والسلطات والكراسي والربوبية والقوة. وإلى الشرق انظروا، أنت هو الذي يقف حولك الشربيم تلو السرافيم ذو الستة الأجنحة، يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين. الشيروبيم يسجدون لك وسرافيم يسبحونك صارخين قائلين: قدوس 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 رب صباوت السماء والأرض، مملوءتان من مجدك الأقدس. أجيوس قدوس 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 بالحقيقة، ربي إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وسطك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عن قضاء، بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت،
بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. آمين. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، وأنعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا طهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين حتى النؤمن وقام من الأموات في اليوم الثالث، وصعد للسموات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجاهد الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد كنحو أعماله. يا رحمتك يا رب وليس كخطايا، هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. آمين. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحييتان، نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء ليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقدسه آمين. نؤمن ونعترف ونمجد وقسمه وأعطى إذا تلميذ القدس عاري قائلا خذوا كل منه كلكم، لأن هذا جسدي الذي للعهد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكرين. هذا هو بالحقيقة آمين. هكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزج من عصير الكرمة والماء وشكر آمين وباركها آمين وقدسها آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد وأعطى أيضا تلاميذ القدس عاري قائلا خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين
يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة آمين. لأن كل مرة تأكلون فيها من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني لن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله. ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى مقدسة وقيامتنا وصعود السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من التي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك ننصت آمين. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له نؤمن. وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا نؤمن. يعطى الغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. مين يا رب رحم يا رب رحم يا رب ارحم. اجعلنا مستحقين كلنا نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا واكسدنا ورح كون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصير مراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب ارحم. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل أصغفر فيها ونص بطرارك الآب المكرم رئيس الكهنة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مينا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس ساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المكرم الأسقف الأنبا مينا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب والذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة إن عبيا كيسنا يقولون قطيعك بسلام اذكر أبل قمص القصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبداقونيين وسبع ضغمات كنيسة الله. يا رب ورحام وكل الخدام
وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله والآب ضابطا الكون. اذكر بخلاص هذا الموضع المقدس لك كل ماضي وجهات أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب ارحم والساكنين في بمنيلا شعبك 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 وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى الآب صارخي. ارحمنا 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 يا الله الآب يا ضابط الكون. ارحمنا 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 يا الله مخلصنا. ارحمنا 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 يا انعم على شعبك بالقلب الواحد اعطي طمأنينة للعالم ومزاجا حسنا للهواء. تفضل يا رب والسماء صبرات الارض ينهار وزرع العش بنبات الحق في هذه السنة باركا. اطلبوا عناوية السماء وثمرات الارض وصعود مياه الانهار وزروع العشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويتحنن على جبلتها التي صنعت يداه ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب قصدك مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض لرواح رصاتك سر أسمار عدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجل يكون نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا تكون الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم
اذكر الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كله الاجر السماوي. صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم. لأن هذا يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبانا طهروس أبانا بيا ورسوم الشيرين وانجلي والشهداء والمعترفين كل الروح الصدق الذين كاملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وطالله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد والقديس طفنوس ري الشمس والرشداء وناظر الانجل مبصر رسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سوري سامدوس قرص قدوس السيطار ورئيس الكهنة والقديس عن ذبي الفم وقديس سادوس وقديس سافيروس وقديس ديمتريوس وقديس كروس وقديس باسيلوس وقديس غريغوريوس ناطبليات والقديس عن عاجب والقديس غريغوريوس الأرميني والثلاث ما سمعت من قمية خمسين بقسنطين بأفسوس أبينوس ونصدق الأنب قديس العظيم الأنبنطيس والبار الأنبابول أساسا مقرس قديس عن الجمع وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا قمص أبانا بشور بارك لك كامل حي مخلص صالح أبانا بولط معس قلت لي مسألة أبانا قسان رومين ماكسيموس ودوماديوس والتسع واربعين شهد 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 وقال ذي سمع يا مقص أبدا لي قمص أبانا زر قص أبانا بقوم بشكل وتدرس الميزة أبانا بقوم أبانا شهد رأى نصف وطحن يوم باويسة تلميزة بارك أبانا برامس قفاي يوم أجيز أحب أبانا خيل بحيري تلميزة أبانا برامس عمري معترف وبلوس الميزة والبابا كروس السادس والشراك الحبيب قريبت قدسان بربارا ليانا قديس أرسانوس وقديس لوع الطبيب والشاهد وكل ما صف قديس أرسان طلبات ومرحمنا كلنا معا وانقذنا من قدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينحن نفسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا إريبو اسمو إذ أمشو بنمان آمين ذوك ساسي في الكهنوت الذين في كل طغمة تفضلت نفس عبدك في لبتي للصنباطي سامي فرج لما عزيز سمير عبد الملك سميرة كامل رفعت عبد الملك تفضلت نفوس عبيدك سمير لبيب إلين لبيب لبيب بطرس نصر مخيل جالس قلاديوس نور بشعين أديا ذكي عبد المسيح نسيم وأيضا نفوس عبيدك شاكر سعدية مخيل حنان جرياد جوزفين بطرس بهجة مخيل سونيا واصف وأيضا نفوس عبيدك فوزي جاد عيدة معوض حكمة أسعد جرجس تدرس جاد سفين فهمي جاد بدري فهمي تفضل انتع نفوسهم فاحضان بنا قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علوم في موضع خضر على ماء الراحة في قدوس النعيم الموضع الهرب من الحزن والكآب والتنهد
في نور قديسك يا ليسون أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كهورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل كبادك أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس البركة والسلام لجميعكم ولروحك أيضا وأيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس وأنفسنا جعلنا مستحقين لشركة وأسعاد أسراره الإلهية الغير المائتة آمين الجسد المقدس نجم لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم اللذان لمسيح الضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين صلوا يا رب خيرني فسي مخلص كل أحد الذي تجسد لأجل خلاصنا الذي أضاء لنا نحن الخطاة الذي صام عنا 40 يوما 40 ليلة بسر لا ينطق به يا ليسون كيريا ليسون يا الذي أنقذنا من الموت وأعطانا جسد المقدس ودمه الكريم لغفران خطايانا كلم الجامعة القدسية وصل قائلا هذا هو خبز الحياة نزل من السماء ليس كما أكل أباؤكم المن في البرية وماتوا من يأكل جسدي
وأشرب دمي يحيا إلى الأبد وأنا أقيم في اليوم الأخير. يا ليسون كيريا ليسون يا رب رحمة. فلهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر نفوسنا أجسادنا وأرواحنا لكي بقلب تنكس بطلب غير خوف أن نصنع بيك للقدوس والسموات. ونقول يا أبانا الذي في السماوات، وآتي تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بالمسيح يا سعراء أبانا إحنا رؤوسكم للرب، نحن أمامك يا رب خاضعين وساجدين ننصت بخوف الله كتب نفمات يسوع. اذكر بسلام كنيستك الواحد الوحيد قدسة البابل بمينا. اذكر مرضى شعبك واحد واحد يسوع. اذكر ولادك بالمحتاجين صلاة. اذكر مجروحين متألمين في مشاكل يارب، تقادمك تحل كل مشاكل. كمل فتح بواب كنيستك دايما يا رب في كل مكان، دي أنا عيشة بهذا الصوم المقدس. كمل يا رب الأسبوع الأهل بسلام طهر. احفظ ولادك الطلبة. اذكر يا رب اجتماعاتنا بلكها مستحقا ومعروفا كمان صدق خوف الله امين. مين يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. القدسات للقديسين، مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس امين. كتب نفماتيسو جسد مقدس دم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين. امين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين. امين. جسد ودم عمانوئيل الهنا هذا هو بالحقيقة امين. حقا نؤمن. امين امين امين. اؤمن 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 واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي اخذ ابنك الوحيد الجنس ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح من ملكتنا وكاتنا ملكتنا من سيدتنا وملكتنا كلها القديسة الطاهرة مريم كعلى واحد مع لوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي سلموا عنا خشب الصليب القدس برتي وحدي عنا كلنا بالحقيقة اؤمن ان لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة
آمين 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 آمين. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين. أطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السمائية. يا رب ارحم. Yes, all Messiah.
صام عنا 40 يوما و40 ليلة اسمه إيروف قطائب أشاين تتف متنش تليلو يا عيسوس بخريستوس نستفين ريجون نمين إهو نمين إيغور اسمو ويروف خن او اسمي انصال بين غوسة ليلو يا عيسوس بخريستوس ارنست في نريقون انه من ايهو ونمه من ايغور اسمو ويروف خن او بصال تيريون نمو كيثارا الليلو يا Aisos Bechristos erneste vineri egon enehmene o nememene gore Ezmo erof chenahan kem kemnem an choroset liloya Aisos Bechristos erneste vineri egon enehmene o nememene egor Ezmo erof chenahan kem ام او اورغانون الليلويا ايسوس في خريستوس ارنستافين ريغون انيميني او انيميني غور اسمو ايروف انان كيم فالوني نسيتو اسمي الليلويا ايسوس في خريستوس ارنستافين ريغون Ene mene o ne me mene gor esmo erof enan kim valon inte oi eshlilo yallilo ya Aisos pie Christos erniste vine riegon ene mene o ne me mene gor ni vini Ved maro ezmo tiro evran, emem shoyse benno te nilo ya. Aisos bechristos erneste vine reyegon, eneh men eho o, nemeh men egor. Sabbihu Allah fi gamia qiddisi hallilu. يا الليلو يا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما 40 ليلة سبحوا في جلال قوته الليلو يا الليلو يا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا على مقدرته الليلويا الليلويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا ككثرة عظمته الليلو يا الليلو يا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا بصوت البوق الليلويا الليلويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا بمزمار وقصار الليلو يا الليلو يا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما من واربعين ليلة سبحوا بدفوف وصفوف الليلويا
هللويا يسوع المسيح سمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوا بأوتار وأرغن هللويا هللويا يسوع المسيح صب عنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوا بسنوج التليل هللويا هللويا يسوع المسيح صب عنا أربعين يوما وأربعين ليلة لاني في نيفن مرو إزمو تيرو إفران إمب شويس بيت نوتي هللويا آيسوس بخريستوس إرنست في نيري يغن إنه مئن إهو نمه مئن إغر ذوك سابتري كأيو كأجيو ابن فماتي الليلويا آيسوس بخريستوس إرنست في نيري إغن إنه مئن إهو نمه مئن إغر كنين كأي كستوس أوناستون إونون آمين الليلويا آيسوس بخريستوس إرنست في نيري إغن إنه مئن إهو نمه مئن إغر الليلويا الليلويا دوكسوس يوثيوس إمون الليلويا آيسوس بخريستوس Nestevine regonine menio ne memene gor alleluia alleluia io fabin noti be alleluia Isus benesto sepshiri emf noti sotemerono aina يا ملاك هذه الذبيحة الصارلة بهذه التسبيحة اسكن نار الله في خطايانا فلنسبح مع الملائكة قائلين مجد الله في العالي عرض السلام وبالناس المصر سوماتوس كيماتوس مونو غنيستيو متعلا غنتي صفتو افخارستي سومنتو سابتري كأيو كأغيو بنف ماتي سوماتوس كيماتوس مونو غنيستيو متعلا غنتي صفتو افخارستي سومن كنين كأي Χριστός Θεόν αστόν αιώνων αμή φάι πέπι σωμάν εμπί εσνόφεν τέπι μόνο γένεις εν νότι να ήταν ετσι εβόλεν χίτου μάριν σέβε μότεν τότ μάριν χώς νεμνή αγγέλος νεμνή ταγμαν τεύξησι νεμε βχώρωσεν τένι εθμίεν όσε βόρεν γο εμμόσε φάι ταβέρνες τεβίνε ρίγον νεμένο ο νεμένε γορ Σοβερό κεντίνεστεία κόνι βόλιν ανομία τένε τόπ Nemne brisveyen teta choisin neb mare, sotiemono nainar, kirie leisot, kirie leisot, kirie flogisun amines moero es moero es imitania con, vod compi es mo. Amines shodvi. وجعلنا مستحقين نقول كل شكر يا أبانا الذي في السماوات القدس اسمك والآن محبة الله الآب والابن الرحيم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح سرقة الموهبة وتكون مع هؤلاء بالسلام سلام الرب يكون معك